ليه جابني الكاميرون دايره راس بيدي يا اولاد؟ ها؟ من الصبح يا اخي لي 5 ساعات انزل من فيل اركب فيل، فالواد سمير راح. تاه مني وين يا اولاد؟ ايه البلاد يا ابوي؟ بقى لي 10 ساعات يا اخي ما اعرفش اجمع الاستاد. يا حاج دوي فينك يا؟ فينك يا عم الحاج؟ اخرب بيتك وبيت ابوك على الصبح، فينك؟ عمال تروح ورايا ترمح ورايا الاسود والقرود من الصبح عليك. ها؟ عمال ترمح ورايا الاسود والقرود من الصبح. مش انت اللي قلت لي تعال الكاميرا وشجع المنتخب؟ طب وعلى المنتخب انا جايبك عشان تحل المشاكل دي. ها؟ جايبك عشان تحل المشاكل دي. انا كفيتي عن المشاكل في مصر عندنا في البلد، هاجي احل المشاكل في الكاميرون؟ ده المنتخب يا حاج وانت من يومك وطني. ها؟ وانت من يومك وطني. بس البلد دي بلد غريبة كده. ايه؟ ها؟ ده لما تجيش سوبر ماركت من الصبح. ها؟ سوبر ماركت ما جيتش فيها من الصبح. ما فيش سجاير ولا في حتى علبة تونة ناكلها من الصبح. لا يا ابوي. من الصبح ما اكلتليش غير واحد جوز هند، جيتها واقعة على الطريق.